هو في الحقيقة اليوم ممثل بأناقة، عكس المرحلة الابتدائية. كان الحمد لله كان في صفته مزيان وأنيق ولابس عليه مزيان. قوة حسينا به قوي، آمن بالبراءة ديالو، بالمواقف ديالو، ما كينهارش. كيفرض وجوده. ملف على اي نرى تاخر لان لعدم توصل احد الاطراف في الملف، فتقرر اعاده استدعاء ديالو لجلسه 20 نوفمبر المقبل. ولكن برغم من ذلك فتم تقديم ملتمس ديال الصلاح. لي بون، حنا غنشوفوا اش غادي يقروا فيه. وبعد المناسبة كان مناقشة مع النيابة العامة، أخذ ورد، وأكدنا على وجود قرارين ديال الحفظ ديال المسطرة، وبالأخص القرار الثاني ديال الحفظ اللي دلت به النيابة العامة في انتظار تعليمات رئيس النيابة العامة. الأمر اللي كيجي خارق للمادة 48 من قانون المسطرة الجنائية، لأن رئيس النيابة العامة هو الوكيل العام محكمة الاستئناف. رئيس النيابة العامة إذا وصلت العلم شي مخالفات للقانون الجنائي يمكن له يطلب المتابعة، ولكن أن النيابة العامة تحفظ وتتسنى التعليمات ديال 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 رئيس النيابة العامة الوكيل عام محكمة النقد يقول لها شنو دير. لا، ملي هو توصل بالشكاية وقرر فيها الحفظ كتسالى الفهمة، واللي هو صاحب الملف، هو الوكيل العام محكمة الاستئناف، ما رئيس النيابة العامة إداريا يمكن يراقب الأعمال ديال الوكلاء العامين، وكلاء المالك والنواب ديالهم، ويدير لهم لانوتاسيون بصفته رئيس عليهم يمكن، ولكن يدخل في الملفات لا. هادشي يخالف المفهوم ديال استقلاليه النيابه العامه، لان يعني استقلاليه النيابه العامه ماشي استقلاليه الجهاز على الحكومه، لا، هو استقلاليه الجهاز على الحكومه اولا، ولكن ثانيا وبالاخص هو استقلال كل وكيل عام على رئيس النيابة العامة اللي هو الوكيل العام في محكمة النقد. كل وكيل عام خصو يكون مستقل عليه في قراراته. هذا هو الاستقلال ديال النيابة العامة، ماشي كيتسنى التعليمات نشوفوا واش غادي يقول لك. شي مخالف تماما للمسطرة الجنائية، وكان نقاش حول هذه النقطة. هو اليوم الوضع ديال الاستاذ زياد كيفاش الوضع ديالو الصحي اليوم؟ ما احنا دابا كنتظروا نتائج ديال شي بعض الفحوصات وهذه اللي داكشي اللي قال لي. الحمد لله، قلت لكم هو اليوم ممثل بأناقة وبقوة. عبر على موقفه، وكيعتبر بأن محاكمة غير قانونية، لأن كيعتبر أن الدستور الاختصاص في البحث وتدقيق الحسابات ديال الأحزاب السياسية من اختصاص المجلس على الحسابات، وبالتالي كيعتبر بان القضاء العادي ما عندوش الحق ينظر في المسائل. عبر عليها امام رئيس الهيئه، عبر عليها بقوه ومن حقه. هو واحد الشخص، وكنعرفوا هذا الشيء في هاد المسؤولين الكبار والشخوص الكبار ورجال الدوله، واللي ما عجبوش حاله يمشي ينتحر. رجال الدوله كل ما كيكونوا داخلين في واحد المعركه، كل ما كيكون عندهم المورال طالع، كل ما كيكونوا صحيا واقفين وقويين. فهذا الشيء اللي وقع اليوم للنقيب زيان، دخل المعركه باقتناع، مقتنع ببراءته، غادي يدافع على راسه بشراسه بقوه، ما معولش يتنازل على الحقوق ديالو. ومن حقه كمواطن، كل مواطن عنده الحق ديالو، كل مواطن حقه يدافع على الحقوق ديالو والحريه ديالو. هذا هو الموقف ديالو. فبالتالي بالرغم من المرض ديالو وكيعاني، لان بالرغم من هادشي كله راه كنشوفو الراجل راه ضعاف، راه واقيلا شي اكثر من 10 الكيلو اللي طيح. نتمنوا له الصحه والسلامه وطول العمر. لا، ين بالرغم من هاد الامراض وما يعاني منه، ونتمنوا الخير ان شاء الله. فهو معول غادي يوقف بقوه، ومعروف راجل ديال المواقف ديالو ما كيتنازلش عليها، ومن حقه. ما شنو دار كاع، ما سرق، ما قتل، ما دار والو، تكلم
عنده مواقف، كاين اللي يعجبو كتعجبو، كاين اللي ما كتعجبوش، ولا عين، كاين اللي كيعجبو الخضر، كاين اللي كيعجبو الحمار، كاين اللي كيعجبو الصفار، كاين اللي كيعجبو البيض، كل واحد اش كيعجبو، صافي هذا هو هذا هو الإشكال اللي مع محمد زياد في هادشي كامل، واحد الاختلاف فيما يخص الألوان وصافي.